هم صحيح اتنين من نجوم النادي الاهلي، لكن كمان من الوشوش والاسماء اللي انا دايما بتفائل بيهم بالذات قبل الماتشات المهمه او في الاحتفال ببطوله وما اكثرها مناسبات واحتفالات دايما على شاشه الاهلي، طبعا فرحا بالبطولات والالقاب واخرهم طبعا لقب كاس مصر امبارح رقم 38 اللي فاز فيها الاهلي على بيراميدز بنتيجه 2-1، كابتن عمرو الحديدي، كابتن اشرف ممدوح، ضيوفنا النهارده في الاهلي في رمضان، فرصه نقابلهم في الايام الكريمه والمفترجه دي، نقول لهم كل سنه وانتم طيبين ونفتكر معاهم شويه ذكريات حلوه ونحتفل معاهم كمان بالبطوله واللقب الجديد اللي حققه النادي الاهلي. مساء الخير واهلا وسهلا كابتن عمرو الحديدي، منور الدنيا طبعا، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. الله اكرم، الله يكرمك. كابتن اشرف مساء الخير. احمد مساء الفل، وكل سنه وانت طيب. سعيد طيب محمد، وسعيد جدا بوجود يعني اخويا وصاحبي وزميل الملاعب ولينا ذكريات كتير. لا يعني على التليفونات دايما بس يعني الظروف الحياه بقى ما بنتقابلش كتير، ولا الدفاع ما بيقابلش الهجوم. لا 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 لا. كل سنه وانتم طيبين وجمهور النادي الاهلي ومصر كلها والامه الاسلاميه بخير دايما وصحه وسعاده يا رب. نقول مبروك بقى ولا ايه؟ يعني الف مبروك. الف مبروك. مش مبروك واحده صح كده، مليون مبروك طبعا. النادي الاهلي يعني دايما مفرح مصر كلها وتحديدا بقى جمهور النادي الاهلي، لانه دايما الحقيقه زي ما نقول دايما وانا دايما معاك احمد محمد انه جمهور النادي الاهلي دايما ما بيدورش غير على بطوله، والحقيقه رجال النادي الاهلي دايما في المواقف دي بتلاقيهم دايما، يعني عمرهم ما بيخذلوا جمهورهم. والحمد لله امبارح بطوله مهمه جدا جدا في توقيت مهم جدا 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 علشان اللي جاي كمان، لان الحقيقه انت كنت محتاج دفعه معنويه كبيره بعد طبعا شويه الازمات اللي فاتت على مستوى النتائج شويه، ولكن الحمد لله يعني بطوله تدي دفعه معنويه كبيره جدا جدا للي جاي ان شاء الله. بطوله التقاط الانفاس يا كابتن عمرو؟ لا مش هقولها كده، يعني هقول لك ان النادي الاهلي الراجل كولر بيقدم اوراق اعتماد بطريقه مختلفه، قدمها في السوبر وكنت مع استاذ احمد. لا النادي الاهلي بيقدم مدير فني ولعيبه واسلوب لعب وطريقه لعب، راجل بيغير طريقه اللعب على مدار المباراه 3 مرات باسلوب معين، الناس كلها بتتوقع الظاهر على الشاشه 4-3-3، هو بيعمل حاجه ثانيه خالص. اكتشافه اللعيبه كتير قوي، نجاحات لمجموعه كبيره من الموجودين من الصفقات اللي هو كان ليه يد فيها زي مروان وخالد عبد الفتاح. امبارح النادي الاهلي كان بيتوج ان هو بطل كاس مصر رقم النسخه 54 واللقب رقم 38. لو انت جيت حسبت النادي الاهلي امبارح بقى في 100 سنه، الاهلي اول بطوله كان كاس السلطان سنه 1923. كاس السلطان ده اول كاس مصر يتلعب النادي الاهلي حصل عليه سنه 1923، وبالمناسبه دي عدى 100 سنه. يعني بالمناسبه اللي انت بتقول عليها، احنا النهارده بعد سهرتنا على طول بعد الاهلي في رمضان، الاهلي هيعرض يعني فيلم وثائقي بمناسبه مرور 100 سنه على اول كاس بطولة. اول بطوله يحققها النادي الاهلي كاس السلطان، ودي تاني بطوله ليه، يعني السوبر وبعد كده كاس مصر. كاس مصر اعتقد زي ما اشرف قال الفتره دي هو محتاجها قبل مباراه الرجاء. حصل شويه كلام على ماتش الهلال وبعد كده ماتش المحله، والراجل غير المفهوم حتى اسلوبه امبارح وهو بيتكلم مع محمد عبد المنعم رغم الطرد، اسلوبه قبل كده وهو بيتكلم مع احمد عبد القادر. احتراف بيدي صوره لجميع مدربي مصر ان انا ما بشتغل باحترافيه، بعامل لعيبتي انت زعلان انك خرجت نتيجه الطرد بس انا بتعامل معاك نفسيا، بفرح بيك دلوقتي بعد كده يبقى نتكلم وتبقى عندك خبرات معينه من موقف عملته ما يتكررش تاني. اكيد. لا وفي حاجات كمان بتتم في الملعب او خارج الملعب ما بيتمش الاعلان عنها، ولا المدرب حتى بيحب يوضح للناس هو خد قرار في ايه ولا عمل ايه. لا هو ثباته الانفعالي وذكائه بيتعامل، عنده ثبات انفعالي عنده ذكاء قوي في الحته دي وهو بيتعامل. حتى امبارح في الجون الثاني اللي عملها حسين الشحات كان في حديث قبليها بدقيقه واحده بيتكلم مع حسين لتغيير طريقه اللعب ويدي مهام لحمدي فتحي اللي هو احرز منها الهدف الثاني. الزياده دي شفناها في مباراه الزمالك، شفناها في مباراه سموحه، شفناها في مباراه غزل المحل، شفناها في مباراه الهلال، شفناها في المباراه دي باسماء مختلفه بس الاسيست واحد. وحمدي على فكره من اللعيبه اللي يعني بيلعبوا العاب هوا، يعني رغم ان هو مع يعني مفيش حته الطول، لا هو بيجيد العاب الهوا بس هو بيلعب براسه كويس جدا. طبعا والكره دي عملها اكتر من مره وحتى من كور ثابته كمان مش بس من بص محمد لو انت خدت بالك 3-4 كور كان كهرباء لوحده بعد الشوط الثالث، اما دخلنا في الثالث بقى في الصندوق 3 كمان. زياده بنتاو وزياده من شريف وزياده من حسين،
وده مهام لحسين، كل الناس كانت متوقعه تاو هيجي عند علي وحسين هيروح جهه ثاني، اتعكس اللعب. انا حابب كمان يعني هتكلم على كوره واتكلم على الماتش او على 120 دقيقه كلهم، لان فيهم حاجات كتيره ممكن وفيهم نجوم كتير اجادوا، بس انا حقيقه حابب اتكلم معاكم كمان عن الجمهور اللي ظهر بشكل كبير جدا في ماتش الهلال، وظهر بشكل كبير دوره امبارح في مباراه بيراميدز. شفت طبعاً الجمهور ازاي ودوره وتاثيره ازاي اشرف؟ يعني هو ده جمهور النادي الاهلي، وده دوره الطبيعي، واللي دايما بنقول انه جمهور النادي الاهلي دايما في المواقف الصعبه هو يعني بيشيل الفرقه وبيشيل النادي، لانه هو الداعم الاول والاخير، يعني زي ما بقول في كره قدم، متعه كره قدم او انك تقدر تطلع، واكيد عمرو يتفق معايا في ده، انه اللاعب ممكن يبقى عنده 70 80% او 30 40% دي ما بتطلعش الا لما يبقى في جمهور. في حاجات كتيره جدا اللاعب ما بيقدرش، يعني تبقى ناقصه حاجه. أيوة. الجمهور فعلا بيخليك معنويا تطلع اكتر من اللي عندك كتير جدا جدا حقيقه. فشفنا ده في مباراه الهلال قد ايه الجمهور فرق مع لعيبه النادي الاهلي، شفنا ده في مباراه امبارح. والحقيقه انا اتمنى الفتره الجايه ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يبقى موجود دايما، وجمهور مصر والله يرجع كمان. والله يعني هو المناسبتين دول بتهيألي جمهور الاهلي ادى صوره طبعاً ورساله واضحه وصريحه ان الكره المصريه ممكن جدا جدا تفتح للجماهير الاهلي، بس للكره المصريه عامه. طبعا فاتمنى ان شاء الله ان تبقى بدايه عوده جماهير الكره لملاعبنا مره ثانيه، ونتمنى ان شاء الله من الدوله انها يعني خلاص تفتح الملاعب، لانه الحمد لله جماهيرنا ملتزمه وخلاص في اي دي، وفي يعني خلاص الموضوع بقى فيه التزام كبير جدا، وفي لوائح وقوانين محطوطه بشكل كبير. الحمد لله البلد امنه بشكل كامل، وطبعا بنشكر جدا جدا الدوله على سماحها بتواجد كم هذا الجمهور للنادي الاهلي في مباراه الهلال، لكن فعلا النادي الاهلي محتاج فعلا جمهوره في المباراه دي تحديدا. كل الشكر جمهور النادي الاهلي. وانا فاكر يا احمد انا كنت معاك من فتره واتكلمنا انه جمهور النادي الاهلي هيكون له دور كبير جدا 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 على السوشيال ميديا وفي الملعب في عوده لاعبينا مره ثانيه، ثقتهم وادائهم داخل الملعب يعني. طيب كابتن عمرو، ماتش امبارح، هل توقعاتك واحساسك الداخلي اللي غير معلن قبل المباراه لما شفت الماتش نفس الاحساس، او شفت اللي انت كنت متوقعه من اداء الاهلي، اداء اللاعبين، خطه كولر، ولا اتفاجئت بحاجات امبارح في الملعب؟ لا بص، انا الراجل ده عايش معاه من اول لما جه، بقعد اذاكر هو بيفكر ازاي. الراجل عمل حاجه امبارح ما توقعهاش اي حد بيتوقع نتيجه المباراه، ان هو ساب لك الاستحواذ وبقى تحت الكوره في ثلث الملعب. انت تملي بتضغط بعد مباراه المحله، انت راجع من مباراه الهلال طبيعي من مباراه قويه، اشرف يبقى حضر الحاجات دي معانا، تملي بتبقى الماتش اللي بعديه اقل شويه. صحيح. الضغط العصبي في مباراه الهلال انك تخرج بنتيجه ايجابيه وتوصل انك تعدي المرحله دي، الماتش اللي بعديه بيبقى اقل، تركيزك بيقل. لا، انت قابلت مباراه غزل المحله بنفس الضغط وبنفس القوه بتاعت الشوط الثاني مباراه الهلال وكسبته وحققت. الراجل اداك انطباع انك تحضر ينقل الكره زي ما انت عايز ويسيب كهربا يشتغل، وبعد كده عكس طريقه اللعب. هي 4-3-3 زي ما الناس بتقول، لا هي 4-1-4-1 من اول ثلث ساعه عدت. قلب موازين اللعب بقى، خلى محور اللعب كله هو مروان عطيه. اللي هو يميل تحت السليه ويميل تحت حسين ويميل تحت تاو ويميل تحت كهربا. وساب له هو الوحيد اللي بيعمل الربط ما بين الجزء الدفاعي، ويميل في زياده هاني ويميل في زياده علي معلول. يعني انت امبارح لو في مان اوف ذا ماتش هتديها له هو رقم واحد. لمروان عطية رقم واحد، حمدي رقم اثنين، كهربا رقم ثلاثة، هتلاقي نفسك حسين رقم، يعني انت محتار. خدوا شكل ان النادي الاهلي دلوقتي بقى عندك طمأنينة لل11 الموجودين، ووفرة اللي انا ما بحبش اقول عليها بدلاء، وفرة النجوم اللي بره اللي بتنزل تحل. وفرة النجوم اللي بره اللي بتنزل تحل، بقى عندك وفرة اداء، الجماعية في الاداء. يمكن انت امبارح مستغرب من اداء تاو، انت المفروض كنت عايز اكتر من كده، مش بنفس الاداء اللي ظهر في ماتش الهلال ولا في ماتش سان داونز ولا في ماتش غزل المحله. انت هتشوف حاجه تانية، بس هو الراجل يعني ابتدى اللعب كله يبقى عند واحد تاني، عند حسين، غير عند حسين. بقى اللعب كله انت عارف انك منزل قفشه عشان يشتغل صانع الالعاب اللي يغذي الحته الهجوميه، لا حسين اللي عمل الشغل ده. الاسيست بتاع الزمالك، الثلاث كور، ولا في الهلال، ولا في الاداء في مباراه غزل المحله، وكذلك في مباراه امبارح مع بيراميدز، حسين كلمة السر الكومي اللي الراجل بيفكر فيه. أنا قلتها قبل كده، هو مقص دار شاطر، ثعلب مكار، بيعرف يفصل
الاداء بتاع المباراه على قد امكانيات الفرقه اللي قدام. رغم ان باتشيكو الحقيقه برضو ما ننكرش عامل شغل كويس مع بيراميدز، بس انفعل خرج عن تركيزه بعد 25 دقيقه في الكوره اللي التحم فيها اسامه جلال مع كهربا، ابتدى يخرج. فالتركيز وانت بتخرج لو خدت بالك كانوا الاثنين اللي بيوجهوا هو ومحمود فتح الله في وقت واحد، عكس الثاني كان هادي وبيأيد اللي هيشتغل عليه الشوط الثاني. كابتن اشرف، يعني طيب من وجهه نظرك هل اتفاجئت ببدايه باتشيكو مع كولر بنفس الشكل؟ لان انا مثلا الناس كانت الجمهور العادي يقول لك ايه الاهلي ضايع اول تلت ساعه، اول 25 دقيقه ما فيش الحميه بتاعه نزولك قدام، رغم انك انت رحت بكورتين كان ممكن بالذات الثانيه بتاعه كهربا كانت ممكن تغير سيناريو المباراه خالص، اللي هي برجله مش بدماغه، دماغه بعيده ما يلحقش يعني، بس لا اللي بدماغه لو كان لو هو متاخر ورا شويه اشرف فرود ويقولها اكتر مني لو متاخر خطوه شويه يمتلك الكوره فرقت اكتر. صحيح، لكن اللي برجله كانت مؤكده، مش محتاجه قوه، محتاجه ركنه دقه بس. شويه العصبيه اللي في المباراه بتدي لك شويه، ممكن تدي باور شويه في كره زياده تشوطها تسديده، لكن البدايات ما كانتش متوقعه. شوف انا الحقيقه قعدت تقريبا 60 دقيقه مصدوم من الاداء، يعني الفرقتين متخوفين جدا من بعض، عاملين حساب بعض جدا جدا. خد بالك اخر مواجهه برضو كولر علم عليهم جامد طبعا، يعني ساب لهم الكوره يعني ساب لهم الكوره العبوا الكوره بتاعتكم وشالوا ثلاثه طبعًا. فطبعا لازم ينزلوا الماتش ده يعني عينيهم في وسط راسهم طبعا، لازم واخدين بالهم جدا. وعمر صح ولا ايه يا كابتن عمر؟ وعمر اتكلم في نقطه من شويه انه شويه مستر كولر بيدرس المنافس. الماتش الاولاني بس كان مع تاكيش جونياس طبعا، طبعا تشيكو برضو بس هي نفس السكواد، يعني نفس السكواد. انا سكواد اعتقد بيراميدز بقاله فتره طويله ما اتغيرش بشكل كبير، يعني يطلع واحد يخش كده يعني عندهم ثبات دايما، شويه اكتر من اكتر الفرق اللي عندها ثبات شويه في السكواد بتاعهم. يعني عمرو اتكلم في نقطه انه مستر كولر، ودي ميزه مهمه جدا جدا ودايما بقولها، انه عنده تحضير للمباراة بشكل كبير، وكل مباراة منفردة، بيدرس المنافس بشكل كبير جدا جدا، ما عندوش استعجال. الهدوء اللي عنده ده بيديله ثقة كبيرة جدا، وبيديله ما عنديش مشكلة ان يسيب استحواذ للفريق المنافس، ما عنديش مشكلة انه في هجمات خطر عليا، ولكن انا عارف بحضر دايما للخطوة اللي جاية. ودي دايما بتبقى صفة الكوتش اللي داخل الملعب، اللي بيقدر يفكر يقدر يلعب على نقط الضعف اللي موجوده في الفريق. هو انت امبارح ما سبتش استحواذ، يعني انت رقميا يعني انت تراجعت شويه بس ولكن انت كنت يعني متراجع يعني كان في جيم مفتوح، بس ده الكلام ده على الفرقتين، يعني احنا قعدنا 45 دقيقه الفرقتين يعني كده على خدنا ونتفرج على طبعا ماتش او شوط اول مقفول خالص. لكن تطوير الاداء من فتره طويله من مستر كولر، في خاصه والحقيقه دايما بقول ده، خاصة في خط وسط ملعب النادي الأهلي، تطوير الأداء ده الهجومي اللي كان الحقيقة مصر كلها مش النادي الأهلي بس، عندنا ضعف كبير جدا جدا في خط وسط أو لاعبي خط الوسط في مصر كلها. مفيش مش عايز أقول الاندفاع الهجومي، ولكن مفيش التكملة الهجومية الجيدة. النهاردة بنشوف حمدي فتحي، النهاردة بنشوف سولية، النهاردة بنشوف مروان عطية، رغم أنه بيلعب بيأدي الدور الدفاعي بنسبة 100% والتغطية خلف كل الخطوط يمين وشمال زي ما اتكلم عمرو في النقطة دي، الحقيقة يعني أداء مقنع ومرضي بشكل كبير جدا جدا من مروان عطيه امبارح. ديانج المصري ديانج المصري. فعايز اقول التطوير اللي يعني حصل في خط وسط فكرني بديانج في بدايه لما جه في البدايه، بس هو زي ما اشرف بيقول هو ذكي، ما بيفقدش قوته كلها في الزيادات، هو تملي تحت الكوره، فبتلاقي تملي الميس باس عنده مش موجود. كورته سليمه جدا جدا فعلا، وخلف الكوره دايما في الناحيه الدفاعيه، خلف كرة في الناحية الهجومية كمان بيكمل بشكل كبير وسليم، ودايما متواجد في الكرة الثانية دايما. يعني الكرة الثانية امبارح في مباراة بيراميدز مروان عطية اساسي بنسبة كبيرة جدا، لو شفنا ال 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 يعني التمريرات وقطع الكرة هتشوف من بداية قد ايه مروان عطية كان ليه دور كبير جدا جدا في الكرة الثانية. ففي يعني انا شايف ان في تطوير كبير جدا في خط وسط ملعب النادي الاهلي في الفترة من بعد ما تولى مستر كولر الاداره الفنيه النادي الاهلي في التكمله الهجوميه، وبنشوف النهارده ديانج، بنشوف سوليه، بنشوف مروان عطيه، بنشوف حمدي فتحي، كل دي اسماء ابتدت تكمل وتيجي وتحرز اهداف في تصويبات كتيره جدا جدا كنا محرومين منها من
فترات طويله الحقيقه في خط وسط ملعب النادي الاهلي. هو ده المدير الفني اللي كنا بنحتاجه الفترات اللي فاتت، انه يبقى عنده فكر تطوير للاداء، اكتشاف بعض اللاعبين، اكتشاف مواهب المختفيه في بعض اللاعبين، لان في لاعب يفضل عندك موسم واثنين انت مش قادر تطلع منه كل حاجه. فالحقيقه انا شايف ان مستر كولر مع الجهاز الفني كمان كابتن سامي مصطفى اكيد له دور كبير جدا جدا مع مستر كولر، وشايف الحقيقه ان الاداء مميز. خلي بالكم على مستوى النتائج كمان، وانا فاكر يمكن طلعت مع احمد محمد قبل كده واتكلمنا ان الناس في جمهور النادي الاهلي غاضب جدا جدا الفترات اللي فاتت من نتائج عمرو طبعا، وحزين جدا جدا، لكن على غاضب من الاداء، ولكن على مستوى النتائج فعلا ما عندكش مشكله كبيره. مشكله انت متصدر الدوري، واخد بطوله السوبر النهارده الحمد لله، واخد بطوله الكاس، ماشي بشكل جيد في افريقيا، خلاص الحمد لله عديت المرحله او الازمه اللي كانت موجوده، يعني علامه كامله حتى اللحظه، علامه كامله، مش مطلوب ما فيش حاجه تانية تعملها اكتر من على مستوى حتى في مباراه الدوري انت ما خسرتش ولا مباراه لغايه النهارده، عدد مباراه الفوز، وحتى على مستوى التعادلات 5 تعادلات فقط ما خسرتش ولا مباراه في الدوري، اهدافك انت افضل خط هجومي، افضل خط دفاعي، فانت بتتكلم في الحمد لله في اداء مميز جدا جدا لفريق النادي الاهلي على مستوى النتائج. وبالنسبه للمدير الفني برضه في اول موسم، يعني طبعًا طبيعي جدا، ومدير فني ما يقدرش يحط بصماته كامله، او تقدرش تقيم تجربته، او تقدرش تحس انه رؤيته بقت كامله مع الفريق، جاي على سكواد هو مفروض عليه، ما بعض التدعيمات اللي هو اختارها يعني. وعلى الرغم كمان انه بنشوف واحده من الحاجات اللي تتحسب لكولر جدا انه في لعيبه مستواها مع كولر فرديا اتطور بشكل سريع جدا. هو ده اللي انا اقصده، يعني ان في فعلا لاعبين على المستوى الفردي اتطوروا بشكل كبير جدا، وعلى المستوى الجماعي كمان. يعني انت شفت حسين شحات مثلا في فتره من فترات كان في دروب كبير، ابتدى يرجع لمستواه بشكل نفس كبير. هاني اكتر واحد عوده كهربا كمان بهذا المستوى، كان في شغل كتير جدا 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 قبل ما يظهر، قبل ما يظهر بهذا الشكل أكيد. مروان عطيه، خالد عبد الفتاح، لا في الحقيقه وبالمناسبه الحقيقه الف سلامه على رامي ربيعه طبعا. يعني من بعد ما ابتدى هو كان مبتدي موسم بمتولي ومنعم، رامي جه دخل في الصوره، قدم مستوى رائع جدا. ياسر ظهر امبارح بمستوى اكتر من رائع، يعني كان في ناس تقول لك لا متولي ومنعم بقوا في حته ورامي وياسر ممكن يبقوا بدلاء كويسين، لا انا شايف ان الاربعه الحقيقه كل واحد لما ظهر خد الفرصه فيهم قدم مستوى كويس، ميزه مهمه جدا يعني. بما ان كان مع مدافعين بقى طبعا هقول لك على حاجه، يعني يمكن انا تملي كنت بقول من ايام سواريش ليه محمود متولي، احنا مش بشبه بقول ان بدر بنون، انا تملي الحته دي اما بيكون لعيب كويس او بيلعب جنبي مصدر العدوى بيقرب لي، ان انا بتعلم هو ايه اللي عنده كويس. الراجل من اول يوم شغله كله باين قوي انه بيحب التحضير بكره عبد المنعم وكره متولي. اما متولي اتعور بقيت انا بلوم على رامي وياسر، ليه ما بقاش نفس المواصفات دي؟ ليه؟ سيبك من اللي بيتقال حواليك، سيبك من السوشيال ميديا، انت هتجدد مش هتجدد، فكر انك انت تجبر اي حد بالرجوع تاني لمستواك ولتجديدك ولبيتك اللي انت موجود فيه. من كلام اشرف انت الراجل عمل 4 5 حاجات واضحين من بعد مباراه السوبر. يمكن في مباراه السوبر كنت مع حضرتك ابو حميد، الراجل قال لك انا اول لما نزلت من الطياره سالوني عن الملف بتاع السوبر بس، بيكلموني عن مباراه الزمالك، كل الاجواء اللي حواليك من السوشيال ميديا قعدت تشكك الراجل ده بقى له سنتين فين، هو الراجل ده ليه مش موجود، هو الراجل ده اصابته، هو الراجل طلع وقال انا كان عندي مشكله في ركبتي وقعدت سنتين ان انا كنت عامل عمليه معينه صحيح وخرجت. الراجل اما جه بيقول في موقف معين في مؤتمر بيقول انا جات لي فكره مجنونه واخترت الكهرباء، فانا بيني وبين نفسي قلت هو عارف كهرباء منين؟ جمعت حوالين الموقف نفسه، افتكرت ان ياسين مكيلي اللي موجود معاه في الجهاز كان مع كهربا في سويسرا محل الاداء مع اداء كهربا وتركيزه وبعده عن اي حوالين اي حاجه تخص السوشيال ميديا والصحافه وتركيزه في المباراه بس، ابتدى راجل 12 مباراه ب 12 هدف. يبقى انت راجل بتعلي مستوى ادائك وثقه الراجل فيك، انت كافئته وهو كافئك، هو كافئك بثقته ان هو يديك وانت كافئته ان الثقه في محلها. ارتفاع مستوى الاداء الفردي لهاني والحسين والتاو رغم اصاباته الكتيره، 90% في اي تقرير بيتقال طبي ان اصابه تاو في نفس المكان كانت كتيره، الراجل صبر عليه وبعدين قال لك ما تفكرونيش باي حد يجي يسالني ان تاو جاي له عقد احتراف او اي اعاره خارجيه، انا محتاج الراجل ده، ما تكلمونيش في اي حاجه تانية. ارتفاع مستوى الاداء الجماعي، حمدي فتحي ايام موسيماني كان الشغل كله دفاعي بحت، ما بتشتغلش غير في الديفندر اللي بيلم كل الشغل من تحت الفراوده، لا غير المواصفات. اي مدير فني قعد مكان كولر عمره ما يستغنى عن اليو ديانج لازم يكون موجودين في ال11 اللي في الملعب، لا الراجل شاف حاجه تانية، علم مروان درس صغير في مباراه المقاولين في الكوره اللي رجعت وهدخل منها الهدف، ابتدى يتعامل من الحته دي
وعلمه، ومروان استفاد من التعليم لصغر السن وتطوير أدائه، ابتدى كورته تبقى باينة قوي امبارح. كانت بتيجي على هيئة جبهات حسين وقفشة ومروان، الجهة التانية تاو وهاني ومروان. ايه ده، هو الراجل هنا وهنا؟ الربط ما بين زيادة عبد المنعم وهو النقطة اللي كان بيعملها مالو الجزيء اما لاعب حسام غالي الليبرو المقلوب من قدام الاثنين المدافعين. طب ما الموضوع سهل اهو، الموضوع ما عندوش صعوبة، وعلى قد القماشة اللي موجودة والناس برضو علقت ما قامتش ولا قعدت على موقف ان انا بتكلم عن فراودتي. انت دلوقتي عندك فراودتك احسن من خط هجوم زي ما اشرف بيقول. ايوه بس مش مقياس يا كابتن عمرو. انا ما اختلفتش، ولا ما اختلفتش في دي طبعا. هي مش مقياس، ولكن عمرو يقصد يعني انت صحيح كهربا من ساعه ما رجع فعال بشكل جدا بشكل كبير، فعال صناعه وفعال تهديف. صحيح. على مستوى الارقام انت اقوى هجوم سواء في دوري ابطال افريقيا او في الدوري المصري، مفيش فريق مسجل نفس العدد بتاع الاهداف بتاعك، لكن هل تقدر تقول انك انت الاهلي العلامه الكامله هجوميا، او الاهلي 10 على 10 هجوميا، ولا الملف الهجومي ده لسه ما زال صداع؟ ده طبعا يعني لسه طبعًا بحتاج فيها كلام. لا وعمر اعتقد انه ما يقصدش ان انت مش محتاج تدعيم. انا لا انا بص هكلم في الحته اللي تخص اشرف، حته فراوده اشرف. انا محتاج، هو عنده الحس التهديفي من احسن لعيبه جت في مصر. الحاجات اللي على الطاير دي ما تسالش غير على اشرف ممدوح بس. وانت بتتكلم في دي، طب انا محتاج، بس انا دلوقتي بتكلم في الواقع اللي معايا. ان انا ما عنديش انتقالات، ما عنديش حاجه دلوقتي. لا نهايه الموسم يبقى على انا عملته ككولر وطورت من اداء فراوده مش فراوده. صح يبقى انا كده ماشي صح. من نجاحاتي مظبوط ترستاو، من تطوير اداء كهربا من كمان تطوير اداء حسين الشحات. بص يا محمد، المكسب عايز تشوفه بجد في السبرنت اللي عمله محمد شريف ورا حمدي فتحي. ده كان في السبرنت اللي عمله على كهربا. في حاجات كده بتخليك تبقى قاعد في الملعب. فيرود هداف وجري على كهربا، والاحساس نفسه، الروح، الشكل العام اللي انت شفته. من ضمن مكاسب الراجل ده وفر بدلاء النادي الاهلي. انت عندك بره 9، انت محتار تلعب مين؟ كلهم زي بعض، كلهم كنت مستنيين شوفوا حد امبارح. كان نفسكم في حد اسم من الاسماء الموجوده على البنش؟ انا بقالي فتره طويله نفسي اشوف قندوسي، ونفسي اشوف كريستو. يعني فعلا عندهم امكانيات كبيره جدا. متفق معاك جدا، مهاريين جدا طبعا. من اللعيبه اللي عندهم كوره حلوه نفسي اشوفهم مع الاهلي. صحيح. يعني بس ممكن مثلا انت تشوفه، بس هو بينقي الوقت المناسب اللي ينزله فيه. وممكن يبقى هو طبعا هو راجل ادرى يعني، وهل هم فنيا بدنيا جاهزين ولا جاهزين في مباراه صعبه ومهمه زي دي؟ خلي بالك انا واثق انهم جاهزين 100%. ما عندناش ودي النقطه اللي اتفقنا فيها كلنا. انا كنت بتفرج على بطوله افريقيا بتاعه الشباب على ماتشات تونس عشان اشوف كريستو. يعني جاهز جدا، لعيب هايل، واحد من افضل لعيبه منتخب التونس. مفيش لاعب، ودي نقطه مهمه جدا 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 في النادي الاهلي في التوقيت الحالي، انه اي لاعب بيغيب فتره طويله بيرجع جاهز. يعني مجرد ما بتحتاج له محمد بتلاقيه موجود بعلامه مثلا 7-8 من 10. أيوه. موجود. رامي ربيعه فتره اصابه طويله جدا ورجع جاهز جدا. صحيح. متولي كان بعيد جدا جدا ورجع جاهز جدا. ياسر ابراهيم بعد ورجع بشكل كبير. كهربا عندنا اقرب مثال، كان بعيد جدا جدا وراجع الحمد لله بشكل كبير جدا ومهم جدا. فانا عايز اقول ان ده مش بس شغل اللاعب، ده شغل الجهاز الفني وشغل المعد النفسي والبدني. اللي بجد نفسي كمان اشوفه، يعني حتى لو ما كنتش متوقع ولا مستني اشوفه امبارح، بس اللي بجد نفسي اشوفه وشايف كمان ان ظروف معلول انا الحقيقه مشفق عليه جدا بصراحه. يعني عنده ارهاق بدني يعني شايفه، انا شايفه وحاسس بيه في الملعب. بحس ان في مناسبات كتيره جدا ممكن قوي يبقى، يعني ممكن يبقى ليه دور ايمن اشرف. يعني شايف انه الحته دي ممكن على الاقل السيزون ده، يعني نهايه وجهه نظر قناعات او طبعا حته ناحيه الشمال. في ناحيه الشمال دي يعني في ماتشات في الدوري. يعني انت جات لك يا محمد فتره كان بيلعب محمد اشرف شويه كوكا. ايه ده، هو الراجل جاب من ناحيه ورفض خليل ناحيه الشمال. طب انت وانت بتفكر الراجل برضو اكتشف كريم فؤاد في اول الموسم. كان بيلعب كريم في حته معينه زي ما اشرف قال، لو رجعت اكرم رجع من بعيد انت بتساعدني، انا شايف انك انت كويس. هو الراجل يمكن عايز اقول لك ايه، يمكن طارق دياب بيتكلم عن كريستو ان هو امل الكره التونسيه الفتره القادمه. الراجل
مش عايز يحرق الكارت ده. أيوة. في وقت مناسب هيدخله. بس هو انا احساسي كمان كابتن عمرو انه قناعته بكريستو بعد دو بعد بطوله افريقيا بتاع الشباب زادت كتير. يعني واضح انه مع اهم درس القعده اللي قعدها مع علي معلول. علي معلول عرف كريستو هو جاي يلعب فين، هو جاي فين. طبعا انيس بلوجلبان 90% قال له انت طبعا جاي النادي الاهلي اللي انا كنت موجود فيه. بس زي ما انت قلت مجرد بطوله افريقيا للشباب دي ادت كريستو 10 درجات فوق المستوى اللي الراجل قيمه فيه. برضو خالد عبد الفتاح من الحاجه الصعبه جدا. أيوه. انك تجيبني باك رايت، زمالك سرد باك، الماتش اللي بعديه باك ليفت. يعني انت شفت فيا حاجه. طور اداء خالد عبد الفتاح الهجومي. خالد وهو في سموحه باك رايت. يعني كان تملي الكرام يعني. صريح طبعا الكرام. القرار كان ما بين اتنين، النادي الاهلي ما بين خالد عبد الفتاح وهشام صلاح. هشام في الحته بتاع الاتحاد، الحته الهجوميه اكتر، هو عايز الحته الدفاعيه عشان تاو وحسين هيزودوا الحته الهجوميه. برضو الراجل ذكي، خد من هاني حاجه معينه زودت هاني مع المنتخب. تخيل ان هاني بقى ليه دور كبير في المنتخب في وجود زيزو وصلاح الجنب اليمين بالذات. فانت طورتني فنيا فردي ومع الجمعيه بتاعت اداء اللعيبه. هاني لعب جيم جامد امبارح على رمضان جدا. هاني من فتره الحقيقه يعني كان واضح انه مركز بيزيد قوي في يعني بيزيد. أي. وثقه بتزيد بشكل كبير. والتطوير اللعب الجماعي ده مع فريق النادي الاهلي فرق كتير جدا جدا في انضمامه لمنتخب مصر طبعا. عايز اتكلم في نقطه بس، ويمكن انا عشت انا وعمر ده في النادي الاهلي. غرفه ملابس النادي الاهلي يعني لو فاكر عمر ان لما كان يبقى عندنا ازمات في على مستوى النتائج او اوضه اللبس بقى اوضه اللبس يعني كان كابتن شوبير كابتن عرب صادق انا فاكر احنا كنا بنروح ناكل يعني فاكر عشان نروح يعني كانت والله اللعيبه الكبار كان لهم دور كبير جدا جدا اللمه دي واننا نروح مثلا عند كابتن عرب صادق في 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 البيت عنده عزومه لكل الفرقه ونقعد احنا بس من غير جهاز فني للتجميع او عشان نعرف نلم نفسنا تاني. كابتن شوبير كابتن حسام كابتن ابراهيم كابتن اسامه عربي اللعيبه الكبار دول طبعا مش عايز انسى حد لكن كل اللعيبه الكبار الحقيقه وقتها كان ليهم دور كبير جدا جدا في غرفه الملابس انه يبقى ليك دور في انك ترجع وده اللي فرق كتير جدا جدا في انك تقدر ترجع في بطوله دوري ابطال افريقيا الفتره اللي فاتت لان انت الحقيقه كنت بعيد وكانت محتاجه مش بس اداء فني انت محتاج بقى معنويا داخل الملعب تقدر ازاي ترجع تقدر ازاي تقاتل تقدر ازاي تعرف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه جمهور النادي الاهلي قد ايه في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي كله. كل الحاجات دي لازم تضغط عليها في غرفه الملابس من اللعيبه الكبار اللي كانوا موجودين وانا بشكرهم على المستوى الشخصي انه كان ليهم دور كبير جدا جدا انه النتائج ترجع بالشكل ده مره تانية واداء والاداء وعلى مستوى النتائج يرجع النادي الاهلي بالشكل ده. بمناسبه اوضه اللبس عايز ارجع معاكم لذكريات التسعينات. ببص كده على جدول الدوري في التسعينات مثلا ايه الاقي الاهلي مثلا التسعينات دي شرايط كاسيت. شرايط كاسيت ولا كانت سيديات مش شغاله دلوقتي يعني مش لاقي اصلا الاقي مثلا الاهلي لعب في الدوري 30 مباراه اتعادل ماتشين ثلاثه ومفيش خساره او مثلا اتعادل اربع مباريات وخساره واحده. تبص على معدل التهديف مثلا تلاقي مثلا الاهلي جايب اكبر معدل تهديف والسنه كلها خمس تجوان بس في مرمى الكابتن شوبير على مدار الموسم كله. كان عندنا وحوش كان عندنا وحوش يعني كان عندنا رهان مره رهان ان احنا مره وصل بينا الاسبوع ال 18 شبكه شوبير العذراء مفيش ولا هدف ولا هدف ويمكن كان مباراه المحله وكسبنا 3-1 والخواجه كان مصمم ان يحصل تغيير ان يطمن على كابتن شوبير وينزل تبان سوتو ودخل فينا جون كان هناك كسبنا 3-1 وكانت غلطه وكان لسه اول مره تبان سوتو يبقى موجود معانا في الاسبوع 18 تبان سوتو ده كان ملي سوتو صح؟ ملي سوتو ده لاعب النادي الاهلي هنا وهناك لوحده كان حارس مرمى يعني محترم وده الهدف بس الوحيد في وجود كابتن شوبير كان يعني ما كانش بياخد فرص كتير طبعا يعني لا انت في الوقت دوت بص لا هو حراسة المهام هو شوبير نفسه قعد عشان ياخد فرصة كتير كده جدا مهام يا محمد كل واحد والحضري ورا كابتن شوبير عشان ياخد فرصة قعد هي دايما هي كده هي بس اللي يمسك فيها ما يسيبهاش ده حقه احنا يعني هقول لك على حاجة من ضمن الحاجات انت بتقولها غرفة خلق الملابس دي كان عندنا برواز كده خشب يتحط فيه الأسماء ايوه احنا ما بيناش نروح نبص عليه عشان ال 22 معروفين مش هنروح نبص عليه خالص واحنا في التمرين واحنا مش في التمرين مش هنبص احنا مش موجودين انا عن نفسي قعدت 16 مباراه مش بروح ابص عليها خالص
ده البرازيل محطوط في قائمة المباراة. سعيد احمد يجي يعدي يلزقه بالدبوش في التمرين بتطلع تلاقي تطلع تلاقي مين اللي موجود عشان يجهز نفسه ويلبس عشان يطلع الاوتوبيس. كان مين مدير فني يا كابتن عمرو؟ كان مستر حارس. تخيل بقى لما تقعد مع مدير فني انت حضرتك يعني عايز اعرف ما لعبش ليه. كان طبعا الله يرحمه الكابتن طارق السليم قاعد فالكلام بحساب. الكلام بحساب ترفع ايدك عايز يقعد معانا فقال لك اقعد فردي بعدين قال لك لا كلكم مع بعض. وكابتن طارق بالنسبه له ألان هاريس كان اللي يقوله موافق عليه تماما. هو كان مدير فني محترم جدا الحقيقه. الراجل لابس من غير تيشيرت والشورت وقاعد في الاوضه وكابتن طارق ماسك السيجار في بقه وهو يحكي وكابتن شاطر يترجم وكابتن طارق يقول موافق. انت بقى هتسمع مش هتتناقش. لا مش بفكر فيكوا دلوقتي. انت بقى انت هتقول له ترد تقول له ايه؟ لا افكر. طب قول اي حاجه مره. طيب مره بالترتيب كده انا ومشير وايوب. قال لك انا هي اللي طريقه الاربعه جمال السيد وكابتن علاء وناحيه الشمال اذا كان يوسف او نخله او عماره وناحيه اليمين بس كان يوسف اكتر زي ما عشرة بيقول وابراهيم حسن. طب خلاص تخيل بقى اما يجيبك بقى فاضل دور قبل نهائي بطوله افريقيا وتقعد معاه في الاوضه هم يقول لك ايه انت هتلعب بكره. ترد تقول له ايه؟ مش لاعب. لا ما يقدرش. مش هلعب. مش لاعب بقى خلاص. فرصه العمر دي. لا انت بتناقشه بقى وهناك. ارجع دكتور علاء شاكر ساعتها بص اما تلاقي كل حاجه موجوده من خبرات وكل حاجه من مواعظ موجوده جوه النادي الاهلي في كل التخصصات. اجهز عشان لو جات لك تمسك فيها. ولو ما جات لك وما مسكتش فيها ما تلومش الا نفسك. طب هترد تقول له تحديات طبعا كبيره جدا يعني. طب كابتن اشرف في التوقيت ده يعني في الفراو ده كان عندك كان في معاك في نفس الجيل حسام حسن احمد فليكس ايوه كابتن رمضان كابتن محمد رمضان طبعا كابتن ايمن شوقي واحيانا عادل عبد الرحمن كان بيدخل واحمد عبد الفتاح واحمد عبد الفتاح يعني الست فراو ده يعني كل واحد منهم يشيل فرقه. كان عامل ترتيب ألان هاريس طبعا كان عامل ترتيب طبعا كان عامل ترتيب لكن في بعض وعامل ثنائيات الاهلي بيلعب باثنين في الوقت ده اثنين في الوقت ده طرق اللعب كلها أيوة كانت أيوة. في التوقيت ده اثنين خمسه اثنين بص كان صعب جدا يعني يعني فكره انك تطلع حتى وانت صغير انك تتمرن فوق يعني عمرو اكيد فاكر الفتره دي كان صعب جدا في مصر كلها مش بس في النادي الاهلي يعني لانه الاجيال الفتره دي كانت قويه جدا جدا خاصه في النادي الاهلي يعني احنا كان عندنا كابتن حسام حسن كابتن محمد رمضان كابتن ايمن شوقي الثلاثه موجودين منتخب مصر فيليكس طبعا. كمان كان قوي جدا طبعا. جدا الفتره دي فانك تطلع كمهاجم وكان معانا تامر باجيتو طبعا يعني كان صعب جدا جدا انك تدخل وتزاحم وتلعب كانت مواضيع صعبه الحقيقه جدا كانت فرقتين يعني. كانت فرقتين انا فاكر في يعني في التسعينات يعني اتقسمت الفرقه فرقتين لما تقف في التتش وتلاقي الفرقتين بيلعبوا بعض في الطريق يعني ماتش انت مش عارف مين فيهم مين فيهم مين الفرقه فيه والتحديات بقى ورهانات بقى ومين يبقى موجود هنا وحصلت افريقيا وبطوله عربيه فرقه لعبت في اديس ابابا وفرقه لعبت في تونس في تونس دي حقيقه فرقتين زي ما بيقول عمرو فعلا والفرقتين جاهزين جدا جدا والحقيقه البالانس اللي كان عامله مستر هاريس والجهاز الفني في انه الكل موجود والكل حاسس انه ممكن يلعب صحيح في يعني في اسماء موجوده بقوه جدا لازم تبقى موجوده في الملعب لكن انت عندك امل دايما انك موجود او خلاص طالما اتحطيت خلاص هو ممكن تلعب في اي وقت زي ما قال عمرو كده انت جيت من بعيد جدا تلعب في افريقيا فاينل افريقيا او قبل النهائي فده عادي ده كان موجود بشكل كبير كاس الكؤوس يعني. انا حكيت لاحمد قبل كده عمرو لو فاكر في 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 نهائي الدوري كسبنا فيه اسماعيلي هناك 4-3 فاكر الاسبوع ده كله انا هلعب طب انت فاكر قبلها باربع ايام احنا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ احنا المفروض كنا موجودين ده غير المباراه الفاصله اللي كانت في اسكندريه هي دي الفاصله في اسكندريه احنا كانوا ثلاث ماتشات بالترتيب بالظبط شبين الترسانه المصري والمباراه النهائيه ده في حاله ان الاهلي لو كسب المصري خلاص مش محتاجين فحصل درون بين قد بعض فقال لك مباراه فاصله تلعب في اسكندريه صح كسبنا الترسانه 3-1 كسبنا شبين 3 تعادلنا مع المصري بورسعيد 0-0 جالنا الخبر ان الاسماعيلي كسب الاتحاد في اسكندريه 5 مباراه الشهيره كانت في ختام الدوري ما روحناش الراجل قال لك اطلعوا لا قال لك اطلعوا معسكر في احد الدور في مصر يمكن انا قلتها دي بس الراجل كان اشرف في حته في دماغه على فكره كان من ضمن في لعيبه كده معينه موجوده في النادي الاهلي يعني ألان هاريس مره في حديث بينه وبين الكابتن رمضان والكابتن طارق قاعد
كابتن رمضان طلب اجازه من 4 أو 5 أيام، فقال له لا ما ينفعش، انا لسه جاي وبكرر مين يبقى موجود معايا ومين مش موجود. كلهم موجودين في التمرين في التتش حته الصايم عن التهديف. فالكابتن رمضان رجع بعد ال5 أيام قال له براحتك انت، انت بقى اللي مش هتبقى موجود. كابتن رمضان تيجي كده يعملها كده جون، تيجي يعملها كده كده جون. قال له لا لو انت فرود بالمواصفات دي وبتجيب، لا خد الاجازه اللي انت عايزها وتعالى تعالى لي بقى انت خلاص جاهز. خلاص ما ماتش الاسماعيلي انت مش منتخب اشرف بيقول لك احنا بتسمع عن موقف معين من مدير فني كان ساعتها ماركوس الارجنتيني، قال لك انا هكسب واحنا نازلين نسخن، شاور جمهور النادي الاهلي برقم معين. احنا مشدودين كلنا قبلها ب3 أيام معسكرين في اسكندريه. واشرف يحكي لك بقى كواليس المباراه دي كانت عامله ازاي. انت كنت بتقول كنت في اشرف اللي هيلعب. انا هلعب خلاص انا هلعب الماتش ده. يعني ظروف بقى الكابتن رمضان وتواجده وانه خلاص يعني بعد المباراه، اعتقد ان الكابتن رمضان قرر بعد المباراه عمر كان عنده الدكتور كان مكرر له انه يعمل عمليه في ركبته، فالكابتن رمضان اجل العمليه لبعد المباراه وياخد القرار ان انا لو خدنا البطوله خلاص انهي واعمل العمليه بعدها على طول. فالحقيقه يعني انا قلت لك ان يعني مستر هارس قعد معايا واتكلم معايا في فتره طويله يعني، ولو فاكر احمد قلت لك ان انا كان من يعني من اكتر الحاجات اللي زعلت عليها، لكن كل حاجه طبعا نصيب يعني. لكن كابتن رمضان الحقيقه يعني كان واحد من اهم الفراوده في تاريخ مصر. هو فعلا في المباراه دي كانت مباراه مهمه. المباراه دي صحيح كانت يعني هي كانت حباها جدا بصراحه. لا جدا بص جدا. من ضمن كواليس المباراه دي اللي هي الاول ان حد يعرفها، ان احنا كنا قاعدين في احد الدور في المباراه دي طبعا عشان اللي مش يعني على 94 مباراه فاينل الدوري، مباراه فاصله تحدد مين بطل الدوري، اتلعبت في اسكندريه وفاز بيها الاهلي 4-3 وحسم لقب البطوله لصالح. كان 4-0 كان الاسماعيلي. الاهلي عمره ما بينسى المباراه دي. كان الاسماعيلي، كان الاسماعيلي في التوقيت ده يعني داخل في المنافسه على البطولات بشكل كبير، غير نسخه الاسماعيلي طبعا اللي موجوده هنا. كنا موجودين في احد الدور ونتمنى الاسماعيلي يرجع يعني من كل قلبي والله طبعًا. اتمنى الاسماعيلي يرجع مره ثانيه. كنا في احد الدور وقبل الماتش بيومين، احنا لعبنا جمعه والماتش يوم الاربع، جالنا نجم من نجوم مصر طبعا كابتن محمود الخطيب ودخل خبط علينا، فانا اللي كنت في الاوضه انا وجمال وابو الدهب. فجمال قال لي قوم افتح، فقلت له ما تروح انت تفتح انت. انا وقفت مكاني ما فتحت الباب انت. انا اللي فتحت الباب. فكابتن محمود انا فاكر هقول لك اللي كان لابسه كمان كابتن محمود، تيشيرت اورنج وبنطلون كاروزيتي وشوز. فاكر الموقف ده انا حكيت لك عنه نفس الموقف قلت لك كابتن الخطيب وكابتن قلنا برضه ليهم مش هتقول ليهم طبعا طبعا بالليل متاخر دعم غير طبيعي يعني. فكابتن محمود قال انتوا عارفين هتلعبوا مع مين؟ احنا كان معروف ان انا هلعب انا ومشير. فقلنا له كابتن، فقال كده بالظبط، قال مشير انت مكلف بالعجوز وانت مكلف ببشير. تعرف ان بشير هداف الدوري؟ بشير عبد الصمد لو زود كان هيبقى اهداف، هيبقى هداف الدوري. قلت له ماشي كابتن. قال الاثنين دول مالكوش دعوه بالباقي، هادي يقدر يلم نص الملعب، كان ساعتها عصام عبد العال وايهاب جلال. فعلا كانت فرقه محترمه جدا خلاص جدا وكاملين يعني. انا اقول لك سعفان وايمن رجب وحمزه جمل وفوزي جمال وعصام عبد العال وعصام عبد العال وايهاب جلال وبشير عبد الصمد وكابتن عماد وبشير عبد الصمد كانت فرقه وادهم ادهم صلاح دار. وطول عمر الاسماعيلي الحقيقه عنده فرقه عنده كره محترمه يعني. انت بقى اول 10 دقائق وليد بيلعبنا احنا مش بيلعب فرقه اسماعيلي بقى الحاجات، وكابتن رمضان جونين خلاص، والجون الثالث من بدايته كابتن رمضان، وبعد كده كابتن ايمن شوقي. احنا كنا بتالي لغايه 4-0 يعني كان ده في مفاجاه حصلت بعد ما خلصت النتيجه 4-3. كابتن طارق سليم وقع عقوبات ماليه اعتقد صح عشان 3-3 حصل لقطه كان انت فايز بالدوري وفايز بالدوري واحنا داخلين الغرفه الكابتن شطه تملي بيتكلم من اللي بيقوله ألان هاريس. هاريس كان بالنسبه له عارف قوه المباراه، واحنا مش عايز اقول لك كان مصدوده ضربه جزاء كبشوبير من بشير و4-3 ف موقف حصل. فاحنا قلنا ألان هاريس دخلنا الغرفه انا ومشير ليه ان جمال كان ساعتها عنده تسمم قبلها ب3 أيام. كابتن جمال السيد وهو اصر ان هادي اللي هيلعب ليبرو وعادل او الكابتن اسامه اللي هيلعبوا على الدايره في الماتش ده صحيح. فاحنا دخلنا له قلنا له يعني هادي بيشيل عننا حاجات كتير وسيب جمال. فجمال قعد ال3 أيام ما بيتمرنش معانا، كان قاعد معايا في الاوضه ساعتها.
بعد الماتش خلص خالص بقى في كابتن شطه داخل في الطرقه واحنا داخلين احنا فرحانين بطولة. ان الوقت ما يطولش عن كده خلاص فقدنا التركيز والمان وكل حاجه. فكابتن شطه بيقول لي كابتن طارق انا مش عاجبني الاداء ده. كابتن طارق بقى قلب الدنيا في الغرفه. ايوه انا فاكر انت قلت لي حاجه زي كده. قلب الدنيا في الغرفه بقى كابتن طارق يعني ما كانش حد بيقدر يوقف الكابتن طارق في الكلام او يحضنه لاي انفعال غير الكابتن اكرامي او كابتن حسام وكابتن بيبا وكابتن رمضان. اي حد فينا تاني ايا كان حتى كابتن شويه خلاص الموضوع منتهي. انت بتبقى قلقان من رد فعله. يعني مره من المرات وهو بيتكلم معانا في المحاضره في الاوضه بيشرح حاجه فياسر ريان كان مكسر الدنيا في ماتش المقاولين مكسر الدنيا شاري فرقه المقاولين فخد هيثم حسين وقام واخده ناحيه الشمال وقام عامل اوفر جابها الكابتن ايمن شوقي جون. فالراجل ياسر المفروض هيخش من جوه فالكابتن ياسر بيقول للكابتن طارق ما هو قال لي اشتغل زي ما انت عايز فانا دخلت جوه ما رضيتش اطلع لبره. قال له لا هو قال لك اخرج بره يبقى تخرج بره الكره دخلت جوه. فهو بيشرح لياسر الكلمه كابتن طارق وبينفعل علينا فالله يرحمه كان على يمين احمد فهمي فبيقول لاحمد فهمي وانت احمد جاله شد. واحنا في الاوضه جاله شد جاله شد انت بتتكلم مع اشرف وفجاه قمت مشاور لك انت. لا يعني كان في يعني مديرين كره في النادي الاهلي الحقيقه طول عمره مدارس طبعا مدارس كابتن ثابت البطل كتير الحقيقه كتير حاجه ثانيه الله يرحمه طبعا الله يرحمهم جميعا لا يعني الحقيقه مدرسه الاداره في النادي الاهلي مختلفه تماما ودي اللي بتدي دايما نجاح ودايما نجاحات ودايما انك موجود في منصات التتويج لازم يكون عندك اداره بتخطط النجاح المستمر اشرف ابدا 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 مش ممكن يبقى وان مان شو يعني لازم تبقى في منظومه طبعاً. وكل دور او كل يعني ترس في المنظومه دي عارف كويس قوي ايه دوره ايه هدفه ايه الصلاحيات الممنوحه ليه لتحقيق الهدف ودي واحده من اهم مميزات يعني منظومه العمل جوه النادي الاهلي. ليه انا استرجعت ذكريات التسعينات عارفين يا جماعه اللي ملوش ماضي ملوش حاضر ملوش مستقبل أيوه. فاللي شفناه امبارح في استاد القاهره ده مش وليد الله انت ما شفتش الثمانينات بقى ولا ايه؟ لا انا مواليد الثمانينات فرجعت في عصر التسعينات عشان الناس تبقى عارفه يعني برضو لا الثمانينات دي فيها صولات وجولات برضو طبعا. اجيال النادي الاهلي الحقيقه طول عمر اجيال النادي الاهلي بتادي باخلاص شديد جدا جدا والنتائج الحمد لله مميزه جدا على مستوى القاري ومستوى الدولي ومستوى الافريقي ومستوى المحلي بس الجيل ده يمكن يعني برضو الناس مش حاطه ده في اعتبارها يعني اللي بيشجع الاهلي بقاله 30 40 سنه ممكن يبقى فاهم الفوارق اللي موجوده ما بين الاجيال اللي سابقه والاجيال الحاليه. الجيل ده واحد نمره واحد يعني عدد المنافسات والبطولات اللي بياخدها بقت اكبر بكتير جدا من زمان. تو مثلا الدولي كان عندنا فتره دوري كاس افريقيا بطوله عربيه ما فيش اكتر من كده بالظبط. كمان عدد الفرق اللي بتنافس في الدوري النهارده عدد الفرق مقارنه بعدد الفرق اللي بتنافس 14 18 كان في 12 كان في 14 12 النهارده بتتكلم على 18 دوري ابطال افريقيا اللي غير شكله صحيح. بطوله كاس العالم اللي بقيت بتشارك فيها هي دي اللي كانت ناقصانا طبعا هي دي اللي كانت ناقصانا يعني تخيل كده اول موسم جه فيه هولمان 95 عمل معسكر في المانيا وهو اول مره يبقى موجود معانا. الاهلي كمان معسكراته كلها قبل الموسم بس هقول لك على حاجه الراجل ده بالذات ما بصش لاي تقارير الا ألان هاريس اما كنا موجودين قال لك هشوف انا بعينيا فقعدنا حوالي 10 ايام في الاكاديميه البحريه وشافنا كلنا في الملعب اما سافرنا اول مباراه لنا وديه هفكر اشرف كنا نلعب فرقه هامبورغ ثالث الدوري الالماني تخيل لما يخش يقول لكم في اوضه اللبس احنا كلنا قاعدين واحنا ابطال دوري يعني الشوط الاولاني لو خرج 4-5 ما تزعلوش على طول كده بقاله معانا 14 يوم وخايف على الناحيه النفسيه وبرده في النهايه إيه؟ عارف انه بتلعب ثالث الدوري الالماني هاسلر كابتن منتخب المانيا كل دول في الملعب شوط الاولاني 2-0 لينا كشري واحمد فيليكس 2-0 للاهلي قال لكم ايه بين الشوطين هو فوجئ يعني بالاداء جاله عروض هو لسه ماسكنا بقاله 14 يوم جاله عروض احنا موجودين تدرب بايرن ميونخ تدرب انت تخيل بقى واحنا في اخر المباراه يعني دخل فينا الهدفين هو مش مصدق ثالث الدوري الالماني واحنا ابطال دوري وهو لسه بيتعرف علينا اوراق اعتمادنا ليه بتظهر واوراق اعتماده لينا وطبيعته تخيل ان هاريس بيبلغنا من 94 ان الهضم ما يشتغل على الباك ما تسيبلوش الخط عشان ما يعملش كروس باس دخله جوه
لو دخل من عند يوسف هيقابل الحديدي او مشير او ايوب او شرف او جمال. يعكس الموازين هولمان بيدي مهام للسرد باك يزيد من ورا هشام حنفي او سعد عبد الحفيظ او ابراهيم حسن، وكذلك الجهه الثانيه محمد يوسف من ورا ياسر ريان او اسامه عرابي. بكلمك من 94 وبكلمك 95 مدارس، فمرتين مرتين تغيير اداء كره مدارس وفكره مختلفه تماما. انت مع فكره المدرسه دي يا اشرف؟ يعني الاهلي جرب البرتغالي والالماني، والالماني طبعا نصيب تهالي نصيب الاسد الماني طبعا، في انجليزي، فيه جنوب افريقي، في مصري طبعا في مناسبات كثيره جدا، واخرهم والسويسري مره مع فايلر. وفكره المدارس دي فعلا يعني المدارس المختلفه. شوف ولا ممكن نادي يلاقي شخصيته مع مدرسه معينه. خلينا اقول لك حتى لو هنقيسها على اوروبا مثلا. ايوه. انت لما بتشتغل بفكر مدرسه واحده اعتقد ان ده كمان في اوروبا بيشتغلوا من تحت. مش بس من الفيرست تيم، بيشتغلوا كل المدرسه بتشتغل من تحت لغايه الفيرست تيم. فده بيدي واستمراريه، يعني بتقعد 5-6 سنين او 5-6 مواسم، ده بيدي تطوير في الاداء كبير جدا جدا ومهم جدا. ثبات في الاداء كمان، مش بس تطوير، لانك ما بتقلش. يعني انت خلاص بتحفظ ده وبتقدر تشتغل عليه فترات طويله، اللي طالع من تحت كمان حافظ وعارف بيشتغل ازاي مع الفيرست تيم. فانا اعتقد انك لما بتشتغل مدرسه واحده فتره طويله بتنجح بشكل كبير، وبيبقى فيه نجاحات على كل المستويات. التغيير المدارس المستمر والكتير بيأثر. اعتقد بيأثر بشكل كبير وبيدي نتائج سلبيه طبعا. وده في مصر برضو شفناه، يعني لما بتشتغل مع مستر مانويل جوزيه مثلا فتره طويله مدرسه واحده، خلاص انت بتقدر تحقق نجاحات كبيره جدا. لكن لازم يكون مع المدير الفني العوامل الثانيه اللي دايما بنتكلم عنها، الحمد لله انها موجوده في النادي الاهلي، العوامل الاداريه والاستقرار الاداري الكبير جدا اللي بيوفره دايما مجالس ادارات النادي الاهلي. على المستوى الفني طبعا الثبات في مدرسه واحده اكيد بيدي نجاحات كبيره جدا جدا يعني. طيب نرجع بقى للاحداث الحاليه. خلاص الاهلي فاز بالكاس، واحنا دايما عارفين ان الاهلي لما بيفوز ببطوله ما بتستمرش الفرحه اكتر من 24 ساعه يعني عشان تستعد للي جاي. عندك مباراتين في الدوري وبعد كده عندك الرجاء الرياض المغربي ذهاب وعوده في 22 و 29 ابريل. الفتره الجايه ايه اللي مطلوب من الجمهور؟ ايه اللي مطلوب من الجهاز واللعيبه وانت عندك مباراتين في الدوري قبل مباراتين افريقيا بعد الفوز بالكاس؟ هي دي الصعبه يا محمد قوي. دي اللي صعبه. 3 سنين تلاحم المباريات دي والمواسم دي حاجه صعبه جدا على النادي الاهلي. اوعدك ان شاء الله لو كان ليا نصيب وعمر واحنا في الاهلي في رمضان السنه الجايه هتبقى بتقول 4 سنين تلاحم مواسم ده كتير جدا. خلاص بص ما هي خلاص هي بقت عاده عندنا في مصر. انت عندك لسه انت لسه عندك السنه الجايه داخل عليك بطوله جديده اسمها سوبر ليج افريقي. عندك بطوله عربيه، بطوله هترجع تاني بس بشكل جديد وبعدد فرق اكبر، وعندك طبعا بطولات دوليه، عندك اولمبياد، وعندك بطوله الموضوع كاس العرب مش بيقل، وعندك كاس عالم 32 فريق بدل سبع. فالموضوع بيزيد ومحدش هنا واخد باله خالص. ما انا هقول لك على حاجه. شوف انت لسه بتقول احنا النادي الاهلي في الفتره دي، يمكن اشرف كان بيقول لك احنا العدد المدرسه اللي كانت بتبقى موجوده في الدرجه الاولى، انا ممكن اقول لك احنا كنا بنوصل ل40 لاعب صحيح واحنا في التمرين. عشان اللي طالع معانا كان الجيل بتاع اشرف كان موجود ساعتها كابتن ابراهيم محمد صامت ساعتها كان بيشتغل بنفس السيستم، اشرف وتامر وهشام حنفي وهشام حنفي واحمد سامي وتامر بجاتو وهاني العقبي واكرامي وزكريا ومهيب كان عدد كتير موجود وخالد عبد المنعم صحيح. اسماء كتيره كانت موجوده بتطلع معانا، واحمد صلاح حسني وحسام غالي وشرف طلع معانا عدد كبير. اما كنت بتنزل او تبقى متواجد مش غريبه عليك. انت دلوقتي احنا امبارح 10 وهتلعب 14 وهتلعب 17 21 22 22 زدت يوم، يعني اليوم اللي انت كنت هتاخده راحه 18 بيتهيألي ماتش ال 17 اربع ايام 17 ثلاث ايام 17 2. حتى لو انت فكرت تعالج اي خطا عندك، هنتكلم في الكوره، مش هتلحق، مش هتعالجه في الملعب، هتعالجه بقعده وديه مع الراجل نظري نظري. ولو فكرت بعد الشر عليهم كلهم، فاي حد يجي له اي شد او اي اصابه، انا دي وجهه نظري. هو انت في لعيب لو غاب النهارده على سكواد الاهلي تقلق؟ او في في مين؟ عبد المنعم عبد المنعم انا بالنسبه لي الفتره دي مروان عطيه الحقيقه.
مروان عطية في يعني يمكن عمرو اتكلم عنه، كنا بنقول قبل اتكلم عليه في البدايه قبل صفقه مروان وقنوسي، بما ان هم يعني الاثنين اللعيبه خط نص يعني سافيو وكريستو وشادي وخالد بره خط النص، فما فيش عندك صفقات جديده غير مروان وقندوسي. قبل ما يجوا الاثنين دول كنا بنقول الاهلي عنده اقوى خط نص في افريقيا. صحيح، عشان انت كنت بتبص للسولية وديانج وحمدي فتحي. مظبوط، عشان كان اللي بيعمل الدور ده حمدي. مروان الحقيقه اداؤه ثابت جدا جدا، وبيعمل تغطيه كبيره جدا في وسط الملعب وتكمله في الدفاع وفي الهجوم، الحقيقه يعني اداء مميز جدا. حسين الشحات كمان، محمد عبد المنعم، لا في اسماء كتير لو غابت يعني، يعني لو غابت تبتدي تقلق لانه على المستوى الهجومي مثلا بتكلم اسماء دي تريحها في ماتشات الدوري يعني تفكر انك انت تريحها، شوف انت ولا تفكر تحط رجلها في الملعب. يعني كنا بنتكلم عن البطوله العربيه انه النادي الاهلي خلاص مش هيشارك فيها، ده كان برضو قرار مهم جدا نظرا لكم مستحيل برضو يعني. صحيح، مستحيل. فانت كمان على مستوى الدوري يعني انا كان نفسي بصراحه، وانا كمان يعني جمهور الاهلي كله كان نفسه، هو الراجل قرار سليم مش لعدم مشاركته، لراحه لعيبته. ايوه طبعا انا بقول لك يعني انت كمان في الدوري الحمد لله في فرصه ان انت عندك الحمد لله وقت، عندك وقت مسافه كمان، وعندك فارق نقاط، فانت ممكن تعمل الروتيشن ده وانت شويه مرتاح. وانا دايما بقول لك ان عندنا الحمد لله استعداد عمر ان في لعيبه كتيره جاهزه، يعني احنا مش قلقانين من اللي بينزل من بره. يعني انا لسه بقول لك قندوسي وكريستو وسافيو، في اسماء كتيره جدا بره تقدر تشارك وتقدر تبقى تعمل فارق كمان مع الناس، وعبد القادر امبارح ما لعبش، في اسماء كتيره. فالروتيشن مطلوب الفتره دي لان عندك ضغط مباريات كتير جدا. الاستعداد طبعا لمباراه الرجاء مهم جدا جدا جدا، خاصه مباراتين الدوري اللي جايين هيبقوا يعني قبل المباراه دي بوقت بسيط، فاعتقد ان الروتيشن مطلوب جدا في الفتره دي عشان تقدر تعمل يعني استعداد جيد للمباراه الرجاء ان شاء الله. ايه صعوبه ماتش القاهره كابتن عمرو، خصوصا انك انت هتلعب هنا الاول وبعد كده مباراه العوده هناك، وده احسن من وجهه نظرك ولا يعني تملي؟ كنت بحب الماتشات اللي زي دي تبقى الاول هناك وبعدين هنا. بس خد بالك نفس السيناريو ده حصل السنه اللي فاتت، عارف هنعتبر ان الموقف وتأهلنا على حساب تمام برضه. انا هعتبر خدنا منهم السوبر برضه. انا هعتبر نفسي ان انا عايز انهي المباراه من مشهد واحد في القاهره ان شاء الله باذن الله ايجابيه، اللي هو ايه الراجل زي ما اشرف قال حته الروتيشن، كانت الناس كلها مستغربه ان الراجل بيشتغل في الجزء الهجومي، بقى دلوقتي مطلوب عنده في اماكن كتيره في الملعب. اول واحد علي معلول، انت محتاج يبقى مستريح. الناس كلها كانت امبارح مستغربه ان الطرد بتاع محمد عبد المنعم هياثر على محمد ان هو في اي مسابقه تانية. قال لك الثلاث مباريات لكاس مصر ايوه خصص بطوله معينه، انت بتبقى مستريح لما بتشوف متولي وعبد المنعم. عبد المنعم لو مش موجود، متولي مصاب ورامي انضم للاصابه، هتلاقي نفسك بتفكر في مين؟ في خالد وياسر. وامبارح لعب حمدي لغايه اما نزل خالد عبد الفتاح. لغايه ما نزل خالد يبقى انت هتضطر تقوم منزل اديانج. حتى امبارح وهو بيغير تغييراته ليها معنى كبير، لو بصيت من اثناء سير المباراه هتعرف ان الراجل تدخل وجازف بفكره في الوقت المناسب مع الاحتفاظ بحاجه. هو ادى الباتشيكو كل حاجه، انا بقولها من وجهه نظري الطعم كان زاكي جدا من كولر، وباتشيكو بلعه بدري اول تلت ساعه. انت ما هتفكر دلوقتي في لعيبتك، هو الراجل دلوقتي عايز يريح الشناوي، عايز يريح علي معلول، عايز يريح حمدي، عايز يريح كهربا، هو عايز يدخل كل اللعيبه في مجال التالق عشان يبقى كلهم المسافه ما بينهم وما بعض في اللعب كله جاهز. يبقى كله جاهز. حتى تاو، شوف رغم انت خدت منه كتير انت محتاج تريحه عشان تاخد منه اكتر، عشان يبقى طاهر جاهز وعبد القادر جاهز. هتلاقي نفسك محتار بقى في ال11، انت دلوقتي مدير فني وكريستو قندوسي شايفهم كمان ممكن. شوف جدا انت عايز وعايز تدي قفشه تدخله تاني. هو الراجل راح فين؟ هو الراجل ده عمل حاجات كتير قوي في الكوره، هو وعبد القادر وطاهر والقندوسي. حتى لما جاب القندوسي في كاس العالم جابه من الجزائر رغم الخساره، قال لك ايه؟ عايز يدخله في اجواء المباراه، يعيشه معاك حتى لو انت ما شاكرتش وانت موجود في كاس العالم. في حاجات كتير قوي انت دروس مستفاده من الراجل، وهو اكتر واحد حاسس باللعيبه زي ما اشرف قال كلمه في الاول مهمه جدا، الراجل بيذاكر اكتر من اللعيبه. صحيح، بيذاكر كويس قوي جدا جدا. طيب يعني وانت داخل على ماتشين فاركو وفي دماغك كمدير فني مباراه مهمه او مواجهه مهمه جدا، انا بشوفها المواجهه الاصعب مفتاح البطوله ان شاء الله باذن الله مواجهه الرجاء،
ايه اللي تقوله للعيبه قبل مباراه فاركو يا اشرف؟ بتكلم على الدوري، بتكلم على الدوري يعني شوف وبروف المباراه الرابعه طبعا في 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 لعيبه هتقعد، في لعيبه هتدخل طبعا. في مليون في المية مليون في المية انه بالتاكيد في في راحه لبعض اللاعبين، في تجهيز لبعض اللاعبين البعيد شويه. اعتقد ان هم مباراتين انا هعتبرهم تجريبيتين لمباراه الرجاء او بتجهز بيهم سواء باراحه او او تجهيز بعض اللاعبين للمباراه المهمه او المباراتين المهمين ان شاء الله امام الرجاء. الرجاء فريق انا شايفه مش بالقوه الكبيره، هو خامس الدوري هناك يعني من 22 مباراه اعتقد فاز في 7 مباريات بس، خسر لسه خسران من فتح الرباطي 3-0 مباريات يعني دخل مرماهم عدد كبير جدا جدا من الاهداف. فريق لا يستهان به، ولكن الحمد لله النادي يعني يقدر ان شاء الله. النادي الاهلي عندهم نقط ضعف كبيره جدا خاصه في خط الدفاع، اكيد هنتكلم ان شاء الله عن مباراه الرجاء الفتره الجايه في قناه النادي الاهلي، ولكن مهم جدا انك تجهز لعيبتك ويبقى عندك روتيشن تقدر تخرج من المباراتين دول باقل عدد ان شاء الله ما يكونش في اصابات، ولكن بتجهيز عدد كبير جدا من اللاعبين لمباراه الرجاء. وان شاء الله ان شاء الله انا حاسس بنسبه كبيره جدا ان شاء الله ان بطوله دوري ابطال افريقيا يا رب ان شاء الله ان شاء الله في بتاعتنا ان شاء الله ان شاء الله. طيب سريعا كده واحنا بنختم الحلقه معاكم، رايكم في تجربه الطاقم التحكيم المصري في مباراه امبارح؟ موافق بيها. لا ما انت موافق بيها. تمام موافق بيها لحاجه واحده ان الكلام كله كان على موقف معين الراجل اللي موجود المدير الفني اللي جه بعد مارك كلاتنبرج. انت هتديهم ثقه امتى؟ ايه اللي حصل امبارح؟ ايه الفجوات ولا ايه الاخطاء اللي كانت فاولات وانذارات لكن مش القرارات المؤثره؟ يعني هقول لك يعني. حاجه يمكن الحسنه اللي كنا بنشوفها شويه كانت سلبيه عندنا ساعه ما بتطلع للفار، مده زمنيه بتاعت الوقت بتاعتك كانت كبيره امبارح بالظبط في ضربه الجزاء 10 ثواني ضربه جزاء ولا ضربه جزاء؟ عايز اسمع حاجه معينه وانا اقول حاجه معينه بس يعني احنا اختلفنا هنا يعني بي 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 يعني اقول ايه باحساس المدافع اقول لك اولا اسامه جلال رايح عامل تاكلينج بنص رجل تمام واحده متنيه واحده مفروده لو انت عملت الكره بالعرض ادي راجل فيرويد وادي راجل سيرد باك لو ضربت في صدري تروح للكورنر وتطلع بره ايوه لو جت في ايدي هتنزل تحت مع ماشيه مع صدري تبقى في المكان وترجع اتجاهي تاني يبقى مش ضربه جزاء لا ضربه جزاء ضربه جزاء بايدي اللي هي جت تستنى مكانها ترجع لحسن الشحات طلعت كورنر هو لا يعني مش كورنر ما هي بتاعت علي معلول اي بس هي طلعت كورنر هي خبطت فيه مش هنا معانا اهي بص راح بص في المكان فتح صدره يا عم ايد كده فتح صدره يعني ممكن التحليل اللي انت قلته سليم مليون في المية طبعا لكن فتحه الصدر اللي خلتها لا هو اللي انا بقوله بقى بص 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 ايده بص الريفلكس بتاع ايده ما تشوفهاش الا من هنا ايوه استنى ايوه لا انا شايفها في صدره الحقيقه طب الثوان كواليتي الصوره سيء جدا ها شايفها في صدره هي كده في صدره هي شبيهه بماتش الاهلي والرجاء على فكره لا طب هقول لك على حاجه صدره تبقى فين في الاعلام لا 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 معلش يعني كمل نكمل دي انا عايز اشوف بعد ما الكره لمست في المكان لا ردت فعل ايده ايه ما هي الكره دي لو جت في صدره هتلاقي ايده مش هتتحرك هتلاقي ايده اتسحبت لوحدها ايده رجعت لورا بس خلاص اهو يعني الكره دي لو جت في صدره مفيش حاجه تستدعي ان ايده تعمل رد الفعل ده لا. لكن لو جت في ايده طبيعي جدا ان ترجع لورا ايده ترجع لورا كده بص يعني. بص حتى هو مشاور ازاي امين هو امين ادى قرار ضربه جزاء بص ايده راحت فين بص ايده راحت فين عارف الزاويه دي يا كابتن عمرو يا كابتن اشرف متاخده من الكرين على طب هقول لك على حاجه يعني مش اكتر من زاويه بس انا شايفها طبيعيه يعني خلينا انا من وجهه نظري يعني شايفها هي مش لا, مش لا, لا لا لن تقدم ولن تؤخر يعني هسالك سؤال بس اي حد فينا في المدافعين كنت انا يمكن بعترض عليها في كذا موقف اما بتبقى مواجه لكره زي دي تملي بتحط ايدك ورا ظهرك اما تبقى جوه الصندوق حتى كنت بعترض خبرات دي حتى كنت بعترض خليك بره ال 18 حر عشان دي بتساعدك في الحركه صحيح على كل الاحوال يلا دينا مسامحين فيها سامحني نورت الدنيا كل سنه طيب نشكركم شكرا جزيلا ربنا يخليك اشرف ممدوح كل سنه وانت طيب ونورت الدنيا بشكرك جدا يا احمد واتمنى يعني في نهايه الحلقه انه الشناوي يرجع تاني احسن واهدى وياخد فرصه شويه عشان يقدر شناوي لا خلاف ان افضل جول في مصر في الفترات الاخيره طبعا حارس مصر والنادي الاهلي الاول في الفتره الاخيره فاتمنى ان شاء الله انه يرجع الشناوي مره ثانيه بتركيزه وهدوءه محمد عبد المنعم لازم يتعلم من اخطائه لان احنا بنتكلم هنا لمصلحه لعبتنا دي لانه
مهم جدا جدا يرجعوا مره تانية للتركيز الشديد جدا. رسالتين مهمين جدا 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 من نجم النادي الاهلي كابتن اشرف ممدوح. عندي رساله صغيره واحده بس. بقى لنا فتره بقول لخط ظهر النادي الاهلي بقت اصعب حاجه عندك كور الثابته. اللي احنا كنا احسن فرقه في مصر في كور الثابته الدفاعيه على الاقل. ايوه. التركيز فيها عشان كل الفرق اللي بتلعبنا الكوره الكوره دي المان اللي بيبقى فيه ربط ما بيني وما بين الشناوي، المان اللي بيبقى الامور الكلاميه اللي ما بيني وما بين خط ضهري مهمه جدا في الفتره دي، دي هتعلي كتير قوي تخلي نسبه التهديف على مرمى النادي الاهلي شبه مش موجود. صحيح. اكيد احنا بنستنى طيبين ونورتونا طيبين جدا وسعيد بوجودي طبعا. عايز اقول لكم ان الحلقه النهارده للتاريخ لانه من 100 سنه فاتت من 100 سنه فاتت زي النهارده 11 ابريل 1923 او 10 ابريل 1923 كانت اول بطوله يحقق النادي الاهلي كاس السلطان او الكاس السلطانيه زي ما كان بيطلق عليها في الوقت ده، وكانت اول بطوله تتحقق في تاريخ النادي الاهلي، ومن بعد كده بدات بقى التاريخ طويل جدا من الالقاب والبطولات. فيلم البطوله الاولى اكيد هيكون معانا ان شاء الله عقب برنامج الاهلي في رمضان، وقيمه البطوله ان هي بجانب ان هي اول بطوله رسميه للاهلي لكن الأهلي فاز بيها بعد ضم البطولة للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد كان بينظمها الاتحاد المختلط وفاز بيها في أول 6 نسخ 4 فرق من أسلحة الجيش الإنجليزي ثم نادي المختلط اللي هو نادي الزمالك حاليا، وكان وقتها نادي للجاليات الأجنبية. عقب البرنامج فيلم وثائقي مهم جدا للبطولة الأولى في تاريخ النادي الأهلي. في الختام بنشكركم، بشكرك يا احمد، سعيد دايما بالتواجد معاك. عايز اقول لك كمان انه وانتم بتتفرجوا على الفيلم ده بعد فوز الاهلي بالبطوله دي او تتويجه باول بطوله في تاريخه، كل البطولات اللي بعد كده حققتها فرق مصريه ما كانش في اي مجال للبطولات او للفرق التابعه للجيش الانجليزي او حتى للجاليات الاجنبيه اللي كانت عايشه في مصر انها تاخد اي لقب او اي بطوله هنا، وكانت اعلان سيطره الكره او الانديه المصريه على بطولات كره القدم في مصر. اول بطوله هيكون ميعادكم معاها بعد الاهلي في رمضان. بشكر محمد مره ثانيه، بشكر نجومنا كابتن اشرف ممدوح كابتن عمرو حديدي، كل سنه وانتم طيبين. بشكركم طبعا على المتابعه واسيبكم تستمتعوا باول بطوله. الى اللقاء.